تقني منك اثنين، انت ام وعزوه وحضن وطن، في بلادي نحمد الله مرتين، نعمة الاسلام وبلاد الامن. انت ربي ما خلق منك اثنين، انت ام وعزوه وحضن وطن، في بلادي نحمد الله مرتين، نعمة الاسلام وبلاد الامن. في الولا والحب حنا موقعين لك وثيقة حبنا فيها سكن، كل وثيقة للوفا برضي تزين الحنايا أرض وشيوخي مزن. في الوفا والحب حنا موقعين لك وثيقة حبنا فيها سكن، كل وثيقة للوفا برضي تزين الحنايا أرض وشيوخي مزن. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا إمارات الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن هذا اليوم وهذه اللحظة من أسعد اللحظات ومن أجمل الأيام، ذلك الذي تلتف فيه القلوب، لا الأيادي فقط ولا الأجساد، وإنما القلوب من حول دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنشر الخير في كل ربوع الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يوفق قادتها لما فيه رفعة الدولة ورفعة الأمة بل ورفعة البشرية جمعاء، لأن الإمارات العربية المتحدة كما تعرفها الدنيا كلها اتسمت بالسماحة والمحبة والسعادة، لا لأبنائها فحسب ولكن لأبنائها وللمقيمين على أرضها ولكل شعوب الدنيا، وهي بحق إمارات الخير. بارك الله فيها وحفظ الله قادتها ووفقهم للمزيد من الخير للأمة وللبشرية كلها. اليوم نحن تواجدنا في هذا الصرح جامعة القاسمية، صرح تعليمي، صرح اللي يخرج بنات وشباب يعني إلى أرض الوطن أو خارج أرض الوطن ليعيشوا وينشروا رسالة الجامعة التي تدعو للتسامح، للنموذج الإماراتي في الوحدة، في الحب، في 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 في, في العشرة اللي فيها ألفة إنسانية حقيقية. فنحن نشكر اليوم دعوة وثيقة الولاء والانتماء من سعادة الدكتور رئيس جامعة القاسمية، شكر جزيل للقائمين على هالجامعة، شكر جزيل لكل الطلبة والطالبات في الجامعة. اليوم أدلوا ولاءهم وجددوا عهدهم وعبروا عن حبهم لدولة الإمارات، ونحن نشكر على هذه الدعوة الكريمة واللي تعزز من حبنا وولائنا، ونعبر لقادتنا بأقل ما نقدر برسالة عن حب وولاء للحكام الأوفياء اللي خدمونا ليلا نهارا. فشكرا لقادتنا وشكرا لله سبحانه وتعالى اللي جمعنا دائما على هالمحبة هاي. شكرا سعادة الدكتور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوب حفظهم الله لإنجازاتهما وإسهاماتهم في رقي دولة الإمارات العربية المتحدة، وما قام به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من رعايته لأبنائه في جميع مجالات الحياة مثل المسكن الملائم والصحة والتعليم المجاني، وكذلك الاهتمام بالأمن والأمان والرعاية الشاملة للمواطن والمقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. فشكري كل الشكر له مع الطالب إبراهيم نياز أبو قريس من دولة الكاميرون. وشكرا والسلام عليكم. وسؤال الأول، متى قامت هذه الوثيقة؟ وثيقة الولاء انطلقت في 31/5/2011،
في فترة يعني في هذه السنة في 2011 بينما كانت كل الدول أو أغلب الدول في المنطقة تعاني من مشاكل، بينما كانت دولة الإمارات وأبناء دولة الإمارات والمقيمين في دولة الإمارات يعبرون عن حبهم وولائهم عبر هذه الوثيقة وعبر أنشطة ومبادرات كثيرة. ففعلا وثيقة الولاء هي عبارة عن رسالة أو وقفة الإنسان مع نفسه أمام هذه المنصات للتعبير عن حبه وولائه وإعجابه وتقديم الشكر والثناء لحكام دولة الإمارات الذين لم يؤولوا جهدا ولا 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 الغالي ولا النفيس لأجل هذا الوطن ومن يعيش على هذا الوطن، سواء من أبنائه من دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبنائه المقيمين معنا من شتى دول العالم، الذين فعلا عبروا في هذه الوثيقة بحبهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن. فنشكر إخواننا المقيمين معنا وأبنائنا المقيمين معنا وأخواتنا المقيمين معنا، ونشكر حكامنا اللي هم فعلا عملوا هذا التجمع من شتى دول العالم على هالأرض هذه، والكل عايش في حب وأمن وأمان وسلام ووئام. ونموذج دولة الإمارات في التعايش السلمي هذا يجب أن يكون كذلك رسالة للعالم كله. فاليوم من جامعة القاسمين احنا كذلك نقول أن فعلا جامعة القاسمية تحمل رسالة الحب والسلام إلى العالم كله من خلال طبعا أبنائه اللي يدرسون في هذه الجامعة العريقة. وما هي أهداف هذه الوثيقة؟ نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم يجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحمد لله رب العالمين. نحن الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالشارقة وبالجامعة القاسمية، ونحن حقيقة سعيدين أيما سعادة بهذا اليوم الكبير والذي نشهد فيه احتفالا بيوم الشهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم ويحسن مثواهم في جنات النعيم، وأن ينصر هذه البلاد وأن يجعلها آمنة مطمئنة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على أمرها أن يسددهم ويوفقهم ويحفظهم ويتولانا ويتولى هذه الجامعة التي قدمت لنا الكثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في أن نعمل فيها عملا موفقا يسعد الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شعور ينتابني عند رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الأمان. فشكرا خليفة، شكرا خليفة على الحب والعطاء، شكرا خليفة على الحرص والأمان. وثق تماما يا والدي الغالي أن أبنائك وشعبك باقون وماضون على العهد والحب والولاء. شكرا خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد الحسيني، أستاذ الفقه وأصولي من الجامعة القاسمية وجامعة الأزهر بمصر. نقول بالله التوفيق، إن الأمن والأمان هدية من الرحيم الرحمن، فلا تجد دولة فيها أمنا وأمانا إلا إذا كان فيها عدلا وسلاما. ومن هذا المنطلق نجدد ولاءنا لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية والوقار، وأن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة سماء وأرضا وبحرا وجوا وأرضا وسماء. وأسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو بكر علي حسين من جمهورية الهند، أنا طالب جامعة القاسمية، والآن أنا أريد أن أشكر لشيوخ الإمارات خاصة للشيخ زايد النهيان وحفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عبد الله شاكر عرب من جمهورية جيبوتي، طالب في الجامعة القاسمية. أحب أن أشكر شيوخ الإمارات وفي مقدمتهم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، ونشكر أيضا شيوخ الإمارات لما يقدمونه من خدمات جليلة، وخير شاهد في ذلك هذا الصرح العلمي الشامخ ألا وهي الجامعة القاسمية. وأيضا نشكر إلى شعب الإمارات المعطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب إبراهيم مولانا فيروز، طالب في الجامعة القاسمية،
حبيت أجدد انتمائي ولائي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولحكام دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وبالخص حاكم شارجة الشيخ سلطان محمد القاسمي على بذله وعطائه وخدمته في الإمارة وفي دولة الإمارات بشكل عام. السلام عليكم، أنا منتهى عبد الله الشحي من الإمارات، حابة أوجه كلمة للشيخ خليفة. الحمد لله على نعمة الإمارات وعلى نعمة الأمن والأمان. السلام عليكم، وياكم الطالبة نورة محمود اليافعي من الجمهورية اليمنية. الحمد لله على نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية، ونشكر الشيخ خليفة وكل الشيوخ على جهودهم وكلنا خليفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة نور زياد من الجمهورية العربية السورية. بدي حب أشكر الشيخ خليفة. اسمي زليكة ديالو، طالبة من الجامعة القاسمية، أنا من بوركينا فاسو. كل عام وأنتم بخير، أشكركم كثيرا. والتهاني لبو سلطان وسلطان ومحمد وبو محمد الشرقية وبو عمار وبو راشد المعلة ولسعود نجل الصقر القاسمية، لأن اليوم العمر زاد بستة بعد الأربعين والسماء وطنية. الأمر أن أتحدث بنعمة ربي أطعته في منصة القاسمية، الله يديم لنا الكرامة والوحدة، وصلوا على رحمة البشرية وسلامتكم. أسأل الله أن يديم الأمن والأمان في دولتنا الإمارات. أسأل الله الأمان والسلام على دولتنا الإمارات، وأشكر كل شيوخ الدولة على عطائهم لنا. I thank you Khalifa for everything, for your love and support to this country. Thank you so much. اسمي سلمى أحمد زجار من الجامعة القاسمية، طالبة اتصال وأعلام. طبعا تعجز الكلمات عن وصف دولة الإمارات العربية المتحدة وعن شعبها وقيادتها. أنا طالبة من الجزائر وأعجز عن وصفها، يعني كل ما أستطيع أن أقوله هو أن كل عام والدولة الإمارات العربية المتحدة بخير، كل عام وهي فخر لكل الدول العربية والإسلامية، كل عام والشعب الإماراتي بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمنة حبيب كانساي من جامعة القاسمية دولة مالي. أشكر الخليفة بكل شكر وأدعو الله له أن يسدد خطاه ويحفظه ويفتح لأبواب رحمته ويزيد له نعمة على النعم وينور طرقه في كل وقت وعلى كل حال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إحدى طالبات الجامعة القاسمية. أسلم عليكم يا شيخ سلطان، عفظكم الله ورعاكم وأطال الله بقاؤكم، شكرا جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله، أم كرسوم أمار تراوري من جامعة القاسمية في كلية الشريعة ودراسات إسلامية. تحياتي إلى شيخ الشيوخ الإمارات، حفظهم الله وحفظ إماراتي العربية المتحدة. الطالبة أريج عصام سمحة من كلية الشريعة من الجامعة القاسمية، أعلن ولائي وانتمائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله وأدام عليها نعمة الأمن والسلامة، وشكرا خليفة. نشكر القائمين على هذه الفعالية الجميلة جدا والتي تعزز قيم الانتماء والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن هنا في جامعة القاسمية نثمن مثل هذه المبادرات ونتمنى تكرارها في المستقبل. سالم الجروان، نائب المدير للشؤون المالية والإدارية. مرحبا، أنا مرح وليد من سوريا، مقيمة بالشارقة، حابة أهنئ الشعب الإماراتي باليوم الوطني 46. أدام الله علينا الأمن والأمان. شكرا.